يفسر في ولادة علي عليه السلام في جوف الكعبة. القضية قطعا حصلت بتدبير إلهي، القضية هي كرامة إلهية، الله هو الذي يسر الأمور لفاطمة بنت أسد كي تلد عليا في الكعبة. احنا نسأل الآن، لماذا الله عز وجل أبى أن يولد أمير المؤمنين عليه السلام حجته على خلقه في بيته؟ العلماء ذكروا وجهين. الوجه الأول قالوا ولادة علي في الكعبة إنما هي إشارة إلى أنه هو الذي سيطهرها من الأوثان، فكما بعث فيها وولد فيها هذا الوليد هو الذي سيرجع في يوم من الأيام ويحطم الأصنام الموجودة في الكعبة. وفعلا بعد فتح مكة جاء النبي صلى الله عليه وآله فوجد حول البيت أكثر من 360 صنم، وأغلبها كانت فوق الكعبة. الرواية تقول النبي عزم على تحطيم هذه الأصنام، فقال له علي: اصعد يا رسول الله، أنا أرفعك وأنت اطلع حطمها. قال: لا، بل أنا أرفعك. وفعلا أمير المؤمنين وضع رجلا على كف النبي صلى الله عليه وآله ورجلا على ظهره، ثم دفعه النبي صلى الله عليه وآله فبلغ سطح الكعبة. يسأل بعدين بعض الصحابة يسألوا يقولوا: كيف بدفعة واحدة وصلت سطح الكعبة؟ شوفوا الكعبة مرتفعة، يعني مو بسيطة. قال: والله لو شئت أن أبلغ عنان السماء لبلغت. فصعد أمير المؤمنين عليه السلام وحطم كل الأصنام الموجودة بالكعبة. قالوا أن ولادته إشارة إلى هذا العمل، أن هذا الوليد هو الذي سيطهر هذه الكعبة كما ذكر القرآن الكريم: وطهر بيتي طاهرا. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني وهو الذي ذهب إليه جملة من المحققين، الشيخ كاشف الغطاء يقول هذا الرأي هو بمثابة السر اللطيف. قالوا أن ولادة أمير المؤمنين عليه السلام في الكعبة له علاقة مباشرة باستقبالنا للكعبة في الصلاة. شنو العلاقة؟ قالوا: هل نحن نستقبل الكعبة لأنها الكعبة أم لا؟ نعم، الله أمرنا باستقبال الكعبة، هذا أمر مفروغ منه، لكن لماذا الكعبة؟ قال: إذا قلنا أن الكعبة لأنها الكعبة، هذا ضرب من ضروب الوثنية. قال: ما الفرق بيننا وبين مشركي قريش؟ لا، لا بد لله من حكمة في استقبال الكعبة. قال: الحكمة هي هذه، أن الإنسان بجسده يتوجه إلى هيكل الكعبة، فالطين يتوجه إلى الطين، لأن يعني الكعبة من ماذا صنع؟ من طين. أما الروح التي هي جوهر مجرد فتتوجه إلى النور الذي انبعث من هذه الكعبة وهو نور أمير المؤمنين عليه السلام. تسأل ما الدليل على هذا المعنى؟ هناك شواهد متناثرة. تقرأ مثلا في القرآن: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا
واجعلوا بيتكم ماذا؟ قبلة. بيت موسى وهارون قبلة لبني إسرائيل. بيت هارون كان هو القبلة لبني إسرائيل. أنت مني بمنزلتي. أيضا نقرأ في الزيارة الجامعة: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده شنو؟ توجه إليكم. التوجه إلى مكان تولد هذا النور يعني أنه هو الطريق الوحيد إلى الله. لا يمكن التوجه إلى الله والوصول إلى الله إلا عبر هذه القناة، قناة أمير المؤمنين. لذلك تشوف العلماء يشيرون إلى هذا المعنى في أشعار المحقق الأصفهاني، فقيه الفلاسفة وفيلسوف الفقهاء شيبو، يقول: وهو مدار الغيب والشهود، والقطب في دائرة الوجود، وإنه لكعبة التوحيد، قبلة كل عارف وحيد. قبلة العرفاء أمير المؤمنين. أحد العلماء المعاصرين أيضا يضمن هذا المعنى، يقول: تلألأ في الخلد نوره، تلألأ بين الخلد والعرش نوره، ولولاه تاه الكون في الظلمات، تجلى فقال الله: ولوا وجوهكم لوجه علي حين كل صلاتي، فما استقبل البيت الحرام وإنما نور علي قبلة الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن من أراد الله يتوجه بأمير المؤمنين عليه. من أراد الوصول إلى الله أقصى الطريق هو علي بن أبي طالب، باب مدينة علم رسول الله، وصي النبي صلى الله عليه وسلم.